ضمن استراتيجية هيئة التميز والإبداع في بناء جيل مبدع بالتميز العلمي التخصصي، انطلقت الاختبارات النهائية بمشاركة 412 شاب وشابة من نخبة مواهب التميز العلمي من مختلف المحافظات السورية. شباب سوريا اللي شفناهم اليوم أبدعوا وأرجو مستواهم، لأن اليوم نحن عم نعمل اختبارات النهائية تقريبا للأولمبياد، وبتعرفوا بالسنوات الماضية أخذوا مراكز عالمية رغم ظروف الحرب اللي كانت على سوريا في كل السنوات، وإن شاء الله السنة بيكون أفضل والنتائج أحسن بالاختصاصات الخمسة هالسنة، وكان في كمان بهالسنة مثل نضاف شيء جديد على الأولمبياد، شرائح إضافية والمتميزين وما شابه ذلك، وهذا يمكن أكيد رح نشوف بالنتائج تبعنا أنه يكون في عنا لسه شريحة أكبر ونتائج أفضل إن شاء الله. هؤلاء الطلاب الذين سيفوزون سينضم إليهم طلاب الذين فازوا العام الماضي وما قبل الماضي، مجموع تقريبا بحدود 150 طالب. من هؤلاء الطلاب سيتم انتقاء الطلاب الذين سيشاركون على المستوى العالمي، يعني بعد مضي العديد من السنوات من خلال مشاركة الهيئة في الأولمبيادات العالمية استطاعت الهيئة حصد الكبير العدد كبير من النتائج على المستوى العالمي، إن كان من حيث شهادات تقدير أو الميداليات البرونزية أو الميداليات الفضية، ونحن الآن أعيننا على الذهب إن شاء الله. الحقيقة الاختبارات ضمنت تطوير على مستويين، التطوير الأول هو على مستوى تعدد هذه الاختبارات، يعني كان نحن عندنا اختبار واحد اسمه اختبار مركزي في هذه المرحلة من الاختبارات، الآن عندنا اختبار مركزي واختبار معياري. الاختبار المعياري له هدف والاختبار المركزي له هدف. الاختبار المركزي بننتقي 10 طلاب من طلاب صف العاشر لا ينضموا للفريق الوطني، أما الاختبار المعياري فالهدف منه هو تقييم حقيقي وفعلي لمستوى طلاب الفرق العلمية للأولمبياد اللي هن معنا لهم عامين، العام الماضي وما قبل الماضي. بالنسبة لنوعية الأسئلة هي مختلفة عن السنة الماضية بالصعوبة والطريقة. هالسنة عندنا نموذجين أسئلة، نموذج الطلاب الجدد لأول مرة بشاركوا على مستوى الأولمبياد، والأسئلة للطلاب القدامى الفريق الوطني، وفي سنة فرصة لطلاب الحادي عشر، كانوا السنة الماضية 10 صاروا 11 اللي ما حالفهم الحظ، طلعوا من 10 الأوائل، أخذناهم الأخذ من مرتبة 11 إلى 20، أعطيناهم فرصة ثانية للامتحان. الأسئلة مثل ما قلت إنه هي نموذجين، النموذج الأول للطلاب جدد هي أخف شوي صعوبة، بس هي حاكي السوية العالمية بس أخف صعوبة من الطلاب القدامى. الطلاب القدامى أسئلة دولية عالمية، يعني تغطي كل مناحي أو أقسام الكيمياء، بحكي على الكيمياء بحيث إنه الطالب يكون يعني متمكن بالكيمياء ويشتغل على حاله، يعني لا يمكن إنه الطالب يعني بده يكون مبدع بذاته، يعني يكون عبقري بذاته. الاختبارات النهائية أقيمت مماثلة لاختبارات الأولمبيادات العالمية من حيث التنظيم والمحتوى والمستوى العلمي. حلو بالحياة الواحد يحط هدف ويمشي ورا، سواء حققه أو ما حققه، يعني ذكريات بتضل حلوة، والمادة دائما حلوة، حد يضل عنده إبداع وحلم يتطور لقدام أكثر. قدم الأولمبياد العلمي السوري وحابة أطلع على مستوى القطر وارفع اسم بلدي. يعني أنا أكثر شيء استفدت من الأولمبياد لا هو الشيء الرياضي بحت، هو شيء منطقي، يعني منهجية التفكير بتصير عنده الواحد هيك بالحياة بيقدر يفكر بطريقة غير. هلا مو كمان ما له يعني كيف بدي أقول، ما له مو هالتفكير بتفكير الواحد، بس مع ذلك بيحس فيها بطريقة جذرية. الأسئلة بتجي بكل صفحة بمستويات، يعني في أحيان مستوى صفحة بمستوى عالي متوسط، أحيان في أسئلة كمان سهلة. أنا حابة أوصل للأخير وأطلع لبرا أعطي صورة حلوة عن بلدي وأرفع كمان اسم محافظتي كمان. سيتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى خلال الحفل المركزي، علماً أن العشر الأوائل في كل مادة سيأخذون طريقهم إلى الفرق الوطنية ليبدأ تأهيلهم لتمثيل سوريا في الأولمبيادات العالمية.